اهلا بك معنا سيد سليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم. شكرا لقناه التاسعه على اهتمامها بالقضايا العربيه. اهلا بكم. نتحدث منذ الامس عن هذه المنطقه، منطقه عقارب في صفاقس التونسيه. لو تحدثنا عن اخر التطورات الحاليه وهذه المجريات حاليا، هناك اضراب عام في هذه المنطقه. نعم اليوم لدينا اضراب عام. الاتحاد التونسي للشغل مكتب محلي بمدينه عقارب قرر اضرابا عاما يوم 10، لكن هذا الاضراب العام بدانا به بمسيره للمصب الغير مراقب في عقارب. تم قمع هذه المسيرة من قبل البوليس، وعندما وصلنا إلى القصة تم قمع هذه المسيرة بالغازات وبالرش. طيب سيد بن عبد الله، نحن نتحدث عن أحداث في صفاقس التونسية وملف المنافايات وموضوع الذي أدى بالنهاية إلى وفاة شاب تونسي. هناك خلاف بين بيان الداخلية وما جاء في قبل قليل في بيان الاتحاد التونسي للشغل. ما الذي بالفعل يمكن قوله الآن أمام وفاة شاب في هذه المدينة في ظل صمت رئاسي وعدم يعني خروج الرئيس حتى اللحظة والتصريح فيما يجري الآن في هذه المدينة؟ صديقنا عبد الرزاق الله يرحمه هو أصيب بطلق بغاز، بقذيفة غاز ليموجين، وهو مريض بالربو. أصيب أمامنا وكذلك أصيب في المستشفى المحلي بعقارب الذي أطلق عليه الأمن وابل من الغازات. إذن أنت كنت شاهد على هذه اللحظة سيد سليم؟ طبعا نحن كلنا يعني في الواجهة، كنا يعني في وسط الساحة الذي أصيب فيها أخينا عبد الرزاق. وهذه التفاصيل وما جرى في ليلة الأمس أو أول أمس في هذه المدينة، كيف تنظر إلى بيان الداخلية بأن وفاة الشاب جاء إثر وعكة صحية؟ عودتنا وزارة الداخلية أو النقابات الأمنية بوزارة الداخلية عودتنا بالبيانات الضالة التي تكذب كل قضيعات، التي تكذب كل حقيقة يعني أو اتهامات تطال أعواننا. طيب في ظل كما ذكرنا صمت الرئاسي وعدم خروج الرئيس قيس سعد حتى اللحظة وتصريح منه حول مجريات صفاقس، كيف تفسر هذا الصمت الحكومي أو الرئاسي؟ هو الحكومة ورئاسة الجمهورية تورطت الآن في هذا الملف، ولم يبقى لها سوى الخروج واقرار بغلق نهائي المصاب عقارب. يعني هما الان ممكن في مفاوضات، ممكن يعني في اجتماعات لحل هذه الازمه، ولكن في الاخير نحن ننتظر قرارا واحدا وهو الغلق النهائي لمصاب غير مراقب. اذا هناك بيان من مشترك من الاحزاب التيار الديمقراطي والكتله من اجل العدل والحريات والجمهوريه، حمل الرئيس مسؤولية ما يجري والتفرد بالسلطة لمئة يوم حتى اللحظة، وحمله مسؤولية ما جرى في هذه المدينة، مدينة عقارب بولاية صفاقس جنوبية البلاد، مطالبا بفتح تحقيق في الأحداث. بالفعل تبعات هذه الأحداث سيد بن عبد الله، هل سيأخذ القانون مجراه وسيحاسب من ارتكب لنقل جريمة بحق شاب توفي بعد مشاهدات واشتباكات ومواجهات بين الأمن والمتظاهرين؟ طبعا أكيد، حتى الجمعيات والمنظمات الوطنية قامت بتحميل الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤولية محادثة عقارب، وأكيد بعد تورط وزارة الداخلية في مقتل أخونا صديقنا عبد الرزاق، سوف نقوم كجمعيات ومنظمات ولما لا أحزاب بتقديم قضايا للقضاء ان شاء الله. ما الذي سيحققه هذا الاضراب باعتقادك تجاه هذه القضيه؟ ما سمعتكش، لم اسمع. الاضراب العام ما الذي سيحققه تجاه هذه القضيه؟ والله الاضراب العام حقق لحمه كبيره لمستكين عقارب. اذا احنا شاهدنا جميع المحلات وجميع المتاجر والأسواق
أغلقت وهبت الناس صغيرا وكبيرا إناثا وذكورا لهذه القضية وهبت نعم. إلى هذا المصب. يعني هذا شيء يعني إنجاز قد حققه هذا الإضراب العام. وبالنسبة أيضا لخلفيات هذا الحدث وأنت كنت شاهد على ما جرى سيد بن عبد الله، وتحدثنا قليلا كيف بدأت الأحداث في هذه المدينة، مدينة عقارب ومسألة مكب النفايات الجنة. طيب الجنة هي محمية طبيعية تمسح حوالي 4911 هكتار في سنة 2008 في عهد المخلوع عبد العبد بن علي قد فرض علينا هذا المصب ولما يقعد استشارة أهل عقارب وكان أجل هذا المصب 5 سنوات ينتهي الأجل سنة أبريل 2013 ولكن من أبريل 2013 إلى حد هذه الساعة ونحن نناضل ونفاوض من أجل غلق هذا المصب وإيجاد حلول بديلة، ولكن السلطات والوكالات التصرف النفايات أو وكالة الإرهاب البيئي لم تستمع إلينا وقامت بالكثير من التجاوزات وتجاهلتنا وتجاهلت منظمة الجمعيات حتى قمنا بحركة تشجيعية كمنظمات وحرات ومواطنين في أوت 2020. هذا الاحتجاج أمضى إلى إمضاء اتفاقية في ولاية ساقط تقضي بالغلق النهائي لهذا المصب في مواسطة 2021. وقبل شهرين من الآن صرح المدير الجهوي للوكالة اللاوطنية للتصرف النفايات صرح بأن هذا المصب لم يعد له مكان للنفايات، يعني امتلأ تماما. وفي هذا وعن طريق هذا التصريح نحن قمنا بحركات تشجيعية للغلق وهذه حجة على أن هذا المصب لم يعد له وجود في عقارب. وإلى هذه الحد في هذه اللحظة نحن نواصل احتجاجنا ونضالنا من أجل هذا الغلق. طيب أيضا سيد بن عبد الله، ما دور الرئيس التونسي الحالي في ما جرى؟ لأن هناك تقارير تحدثت هو من يعني أقر إعادة فتح هذا المصب، مصب الجنة، هل لذلك دلالات باعتقادك بأن الرئيس متورط في هذه القضية؟ والله الرئيس لديه سلطة ثلاث حاليا، رئيس جمهورية هو يعني من صرح بإيجاد حلول وبحد أزمة النفايات في الساقط، ويعني 40,000 متساكن مقابل 1,000,000 متساكن، يعني المعادلة واضحة جدا، يعني ممكن يضحي ب40,000 متساكن لإرضاء 1,000,000 متساكن، ممكن حملة انتخابية والله أعلم. طيب إذا ما كان الرئيس متورط بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر، ما المسؤولية التي تقع على عاتقه باعتقادك؟ ما المطالبات؟ ماذا تطالبون اليوم من الرئيس التونسي قيس سعيد؟ أولا نحن نطالب باعتذار رسمي لعائلة الشهيد ولعقارب، ونطالب كذلك بقرار واحد وهو الغلق النهائي لمصب عقارب وإعادة اعتبار المحيط كمتنفس الوحيد لمنطقة ساقط. يعني هذا هي مطالبنا. كان في تلك الليلة أو الأمس مواجهات واشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين، وكان هناك نزول لوحدات من الجيش التونسي إلى هذه المدينة، مدينة عقارب في صفاقس. الأوضاع الحالية إلى أين تتجه؟ والله الأوضاع حالية يعني هو هنالك تصعيد كبير من قبل الأمن، يعني نحن وهنالك حالة كر وفر بيننا وبين الأمن في المصب. يعني الأمن هو من يقوم بحماية شاحنات الفضلات حتى تعبر المصب. يعني ليس هنالك أي شيء واضح إلا بقرار رئيس الجمهورية أو الحكومة.